بعد عام من الحرب على ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع وأعوام من حربهما على اليمنيين، لا تزال الميليشيا تقامر بمصير شعب ومستقبل بلد. مخزون لا ينضب من المستعدين دائما للموت بلا سبب معقول، وجبهات لا تتوقف عن إرسالهم إلى المقابر، والهدف هو إرساء سلطة تقتل اليمنيين ببعضهم، وستبقى تفعل ذلك حتى آخر يمني، كما تردد تصريحات زعماء جماعة الموت في كل مناسبة. قرى بأكملها صار عدد القتلى فيها يوازي عدد الأحياء، ومع ذلك لا يزال من تبقى من ساكنيها يجددون البيعة على الموت لسيد الميليشيا وزعيمها، وكأنهما قدر لا يمكن رده، والموت تحت رايتهما شرف لا يوازيه شرف الحياة في وطن مستقر لجميع أبنائه. هذا هو ما تفعله الأيديولوجيات المميتة بشعاراتها الزائفة التي تجد أنصارها على الدوام في بيئة يعشعش الجهل وثقافة الموت في جنباتها. فيما يشبه طقوس الموت التي تقيمها الجماعات العصابية ذات المعتقدات الغريبة، تستمر ميليشيا الحوثي في حشد أتباعها والدفع بهم إلى ساحات حرب لم تقتل أحداً سوى اليمنيين. بعد عام من الحرب لا يزال هؤلاء يذهبون إلى جبهات القتال وهم موقنون أنهم ذاهبون لاسترداد حق مغتصب أو الحصول على غنيمة، وبينما تقول الحقيقة أن أطفال تعز وعدن والضالع والبيضة ومأرب وصعدة وبقية المحافظات اليمنية هم وحدهم من قتلتهم الميليشيا، لا يزال هؤلاء يرفعون صرخاتهم بالموت على أمريكا وإسرائيل. ميليشيا لم يجن منها اليمنيون سوى الموت، لكنها لا تزال تنتقل من منطقة إلى أخرى مفتتحة مناجم جديدة من المقاتلين، ومعها تفتتح الكثير من المقابر والكثير من الأسر المنكوبة أيضاً.